مشروع قانون المالية 2025، نفوت مباشرة إلى المصادقة. المنتخبين بنعم، منتخبين بلا، ممتنعون، الوكالات بنعم، الوكالات بلا، ممتنعون، المنتخبين بنعم. 150 طبعا لا، لا منتخب. هذه المصادقة تعكس التزام الجميع بخدمة المصلحة الوطنية وتعزيز الأسس الاقتصادية لبلادنا. إن هذا القانون المالي الجديد يحمل في طيائه توجهات استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. مصادقتنا على قانون الموازنة لسنة 2025 يجب أن تنصب الجهود جميعا، سواء على مستوى الحكومة أو على المستوى المحلي، من أجل تجسيد هذه الموازنة على أرض الواقع بما يعود بالخير على الجزائر وعلى المواطن الجزائري. نعتبر أن النص نص إيجابي جدا، كونه يحافظ على دور الدولة وهو الجانب الاجتماعي، حيث شكلت 35% من الميزانية للأجور و 35% للدعم الاجتماعي. هذا دائما يعطي أن الدولة محافظة على مبادئها، وهي مبادئ أول نوفمبر، وهي الدولة الاجتماعية.